نروح لهدية الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الهلال الأحمر طبعا له هذا الدور الكبير طبعا، وزي ما بقول مساعدات كبيرة قامت وتقدمها مصر إلى الأشقاء في قطاع غزة حول يعني لدعم طبعا زي ما بقول كده مساعدات كبيرة من مصر. معنا الدكتور رامي الناظر رئيس الهلال الأحمر، أولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا أستاذ أحمد، مساء الخير على السادة المستمعين. إيه اللي وصلناه لحد دلوقتي؟ وإيه هذا الدعم بيمثل إيه؟ وطبعا نقدر نقول كمان الشاحنات اللي تم يعني نقلها إلى قطاع غزة بتضم إيه؟ أو إيه المحتويات اللي موجودة فيها؟ بص يا فندم، يعني أنا هختصر وهقول إن مصر بتضرب دور في الإنسانية على مستوى العالم في كيفية يعني إيصال ومساندة وتقديم الخدمات الطبية والمواد الإغاثية ونقل الجرحى والمصابين وإرسال الوفود إلى قطاع فلسطين. يعني منذ بداية الأحداث ومصر كلها وحتى جمعية الهلال الأحمر المصري كأحد أجهزة الدولة تتواصل مع الجانب الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني في رصد الاحتياجات، وقدرنا بسرعة نوصل مساندات بعد يومين من الأحداث. وأول ما طبعا سيادة الرئيس بدأ يشير إلى وقف إطلاق النار، طبعا الأجهزة بتاعت الدولة ساعدتنا أن احنا كجمعية الهلال الأحمر مصري نقدر نخش إلى قطاع غزة ونقدر نعاين من الواقع ونقدر نشوف المساندات والمساعدات إلى الناس المحتاجة. طبعا كل دوت حصل بسهولة ويسر وتنسيق على أعلى المستويات وباحترافية شديدة بتنهجها الدولة المصرية في الوقت الحالي زي ما حضرتك شايف. وأكبر تعبير طبعا يعني الاستقبال الحافل فلسطين استقبلتنا بيه كجمعية الهلال الأحمر مصري، واستقبلت طبعا السيد الوزير عباس كامل. طبعا يعني كل دوت يعتبر رسالة شكر من فلسطين إلى مصر. ممكن دكتور رامي تقول لنا العدد والكميات لحد دلوقتي، عدد شاحنات وكميات، واحنا شايفين حتى عربيات سيارات إسعاف مش مجرد كمان مواد إغاثة أو كده أو دعم يعني. بص يا فندم، هو الدعم طبعا متمثل في كذا حاجه. طبعا جمعيه الهلال الاحمر المصري حتى هذه اللحظه اثرت اكثر من 30 طن من المساعدات الدوائيه والمستلزمات. طبعا صندوق تحيا مصر ارسل اكثر تقدر تقول من 150 طن من المساعدات المتمثله في جميع الاشكال للشعب الفلسطيني. سيارات الاسعاف موجوده في المعبر لنقل المصابين والجرحى. الموظفين المتطوعين في الهلال الأحمر المصري بيوقفين طول الوقت، وحتى بيروحوا المستشفيات لتقديم سبل الدعم المختلفة مش للمصابين بس، للمصابين والمرافقين، حيث أنه في احتياجات للمرافقين برضو من حيث الإقامة، من حيث توفير المأكل والملبس وسائل الاتصال بأهلهم في فلسطين. كل دوت بيتم المراعاة، بالإضافة طبعا لإدارة الحالة النفسية. زي ما حضرتك عارف أن الناس اتعرضت لضغط نفسي شديد، في ناس فقدت أطفالها، في ناس فقدت العائل الوحيد، أسر لا ده في أسر كاملة كمان ماتت يعني خلال العدوان الإسرائيلي. بالضبط كده، تعرضوا لحالات نفسية شديدة جدا. احنا بنعمل مع هذه الأسر عن قرب من خلال الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين اللي بيقدموا عمليات الدعم النفسي الاجتماعي، وبرضو مستمرين من خلال منصات التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني عشان برضو نقدر نساعدهم ونعد الكوادر. خلي بالك برضو التواجد بتاعنا كهلال أحمر مصري بعد نهاية الأحداث داخل فلسطين كان أكبر دعم نفسي للموظفين والمتطوعين اللي كانوا بينقلوا المصابين والجرحى. وقدرنا برضو نتواجد مع المرضى والمصابين في المستشفيات الخاصة بفلسطين عشان نقدر نوصل لهم رسالة ان مصر موجودة، وان مصر مش بس يعني جار ولكنه يقدر برضو في اي توقيت يكون ظهر لفلسطين. طيب واحنا مستمرين يعني في هذا الدعم زي ما بقول كده، الجيش البري مستمر في دعم الاشقاء في فلسطين. تمام، ومستمرين. وبرضو عايز اضيف حاجه، ان احنا برضو بندير عمليه الاغاثه الدوليه. خلي بال حضرتك في دول كتيره جدا بترسل مساعدات
بتعمل مصر على إدارة هذه المساعدات. مين بعت لحد دلوقتي؟ مين بعت وإحنا تولينا عملية الإيصال أو النقل؟ بص يا فندم، تونس بعتت والمغرب بعتت والهلال الأحمر الكويتي بعت والهلال الأحمر التركي والقطري في طريقه إلى برضو إرسال المساعدات. كل دوت إحنا بنديره على مستوى العالم، بالإضافة طبعا لأن في جمعيات دولية زي المنظمة السامية لشؤون اللاجئين والمهاجرين، كل دوت برضو بيجهز وإحنا بنتولى عملية التنسيق على مستوى الدولة. وعايز برضو أشكر يعني أجهزة الدولة كلها اللي بتعمل في التكاتف وتلاحم عشان الحاجات دي تقدر توصل في التوقيت السليم. لا دكتور رامي، انه كل اي دوله عايزه تبعت حاجه هيبقى من خلال مصر، يعني احنا اللي بنتولى هذا الامر. بالظبط كده، استلام وتسليم، يعني نستلم من الدول ونبعت ونسلم الاشقاء في قطاع غزه. بالظبط كده يا فندم. هل في حاجات اخرى بتخرج يعني الضفه في اماكن اخرى كمان الشعب الفلسطيني مش كله في غزه، ولا هو التركيز دلوقتي على غزه باعتبار الاكثر تضررا؟ بص يا فندم، هي طبعا لما ابتدى في الاول كان المعبر الوحيد المتاح هو معبر رفح، ولما امر سياده الرئيس بفتح المعبر لاستقبال المصابين والجرحى وتقديم المساعدات الانسانيه كانت كل المعابر مقفوله، ما كانش حد بيقدر يدخل ويخرج الا من هذا المعبر اللي تولت مصر ادارته والاشراف عليه. بشكرك مره ثانيه دكتور رامي الناظر رئيس الهلال الاحمر المصري.